إذا كان رأس حقها السلطة هم من يتكلم وهم من يفيدها. الحكومة الفالح حتى رئيس الوثمانين الآن أنتم منصر منصر عم تعز يستحيل ما يقدر تعز محاصرة يستحيل يعرف من الأسماء زوجها لازم يتكلم بحق يعني الحكومة لازم يكون دوري الأستاذ عادل العقيبي عادل العقيبي في المقدمة دون أن تكون هناك أي رقابة على من القيادة السياسية أو ما الذي يجب أن نصنعه من أوراق ضغط؟ يعني لا أعتقد أن هذه هي فرصة تاريخية لنا قبلت الحادثة العالية في البلاد هو اليوم الذي جعلنا نحتفل هنا في جميع الاتجاهات وفي جميع الطرقات لفتح جميع طرق تعد بدون استثناء أنا كلنا إحنا نعاني من الحصار كلنا كنا اللجنة في نشاط يومي في مسألة ترتيب للقاء القادم بين طرفي الشرعية والانقلابيين حتى نستطيع كما يقول فتح وكسر الحصار انتعز وهذا أملنا وثقتنا كبيرة في ذاتنا وفي دعمنا من قبل جماهيرنا في محافظة تعز حتى نكون كما يقول على موعد الفتح القادم والنصر المبين والسلام عليكم ورحمة الله.